الشارع ده مفيش حكايات تتحكي عنه لأنه هو حكاية لوحده، شارع بيلف أجزاء من القاهرة بطولها وعرضها، شارع تاريخي بمعنى الكلمة. جولتنا هتكون في شارع رمسيس، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا من هنا من ميدان عبد المنعم رياض، واللي منه بيبتدي شارع رمسيس مسار حلقتنا النهاردة. وفوقينا زي ما حضراتكم شايفين كوبري 6 أكتوبر اللي بيخترق مسافات كبيرة بين القاهرة والجيزة. لو دخلنا يمين من بعد الجزء اللي احنا ماشيين فيه من هنا هنروح على ميدان التحرير، موجود هنا تمثال القائد العسكري المصري عبد المنعم رياض، وقدامنا زي ما حضراتكم شايفين شارع محمود بسيوني اللي بيدخلنا على ميدان طلعت حرب ووسط البلد في القاهرة. شارع رمسيس اللي احنا هندخله دلوقتي واحد من أطول شوارع القاهرة، وبيبتدي من هنا وبيمر بمناطق كتير، ميدان رمسيس وغمرة وميدان العباسية، وبيكمل لمدينة نصر بامتداد رمسيس، يعني شريان حيوي جدا بيربط عدد كبير من الأحياء المهمة. حلقة النهاردة هنتكلم عن اسم الشارع، هنتكلم عن تاريخه، ولكن هتحس واحنا ماشيين ان احنا بنتكلم اكتر عن عدد كبير جدا من المعالم اللي موجودة جوه شارع رمسيس اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، وهنحاول ان احنا نوضح المعالم دي طول ما احنا ماشيين. عايزين نقول ان الشارع اتغير اسمه اكتر من مرة. بداية كانت ايام محمد علي باشا لما كان ميدان رمسيس عبارة عن يعني فسحة ومنتزه كده، وفي عهد عباس حلمي الاول اتشق الشارع هنا وتسمى شارع عباس الاول، وبعدين اتحط تمثال نهضة مصر في الميدان سنة 26 وتغير اسم الميدان لميدان نهضة مصر والشارع لشارع نهضة مصر. في عهد الملك فاروق سمى الشارع شارع الملكة نازلي والدته، وبعد ثورة يوليو اتنقل تمثال نهضة مصر جنب جنينة الحيوانات واتحط تمثال رمسيس الثاني، ومن ساعتها اتعرف الشارع والميدان بشارع وميدان رمسيس. على يميننا دلوقتي شارع عبد الخالق ثروت اللي بيدخلنا لوسط البلد، وعلى ناصيته كده موجود نقابة المحامين، موجود بعديها على طول مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكنا عدينا هيئة الشبان العالمية ومصلحة الكيمياء. والشارع اللي هيقابلنا دلوقتي ده هو شارع 26 يوليو الشهير، وبنشوف على رصيته كده واحدة من العمارات اللي بتميز القاهرة الخديوية والتصميمات الأوروبية الرائعة. موجود على شمالنا دلوقتي صيدلية الإسعاف الشهيرة اللي بتحل مشاكل كتير في نقص الأدوية في مصر كلها، وموجود هنا على ناصية شارع 26 يوليو محطة مترو جمال عبد الناصر، واللي الناس بتسميها محطة الإسعاف عشان وجود الصيدلية المشهورة هنا. مازلنا موجودين في شارع رمسيس، والمبنى اللي على شمالنا اللي فيه القبة الجميلة دي هو معهد الموسيقى العربية اللي موجود فيه متحف محمد عبد الوهاب. والشارع اللي على يمنا هنا هو شارع سوق التوفيقية اللي بيدخلنا على عالم قطع الغيار وكماليات العربيات، المنطقة التاريخية المعروفة. والمبنى الكبير اللي على شمالنا هو مبنى سنترال رمسيس، وبرضو الشوارع اللي قدامه بتودينا للتوفيقية. واحنا موجودين في شارع رمسيس، الشارع اللي بيوازي الشارع هنا هو شارع الجلاء، واللي بيمتد من ميدان رمسيس لغاية كورنيش النيل. بعد السنترال على طول على الشمال موجود في مبنى وزارة الاتصالات، واللي بالطبع اتنقلت العاصمة الإدارية الجديدة زي الوزارات التانية الكتير اللي اتنقلت بعديها مباشرة. والمبنى المتخطط بالأحمر ده هو جمعية المهندسين المصرية، وفي كمان جمعية المهندسين الكيميائيين، وبعديهم على طول على الشمال بيكون في مبنى نقابة المهندسين المصرية، وعلى يمنا هتلاقوا محطة مترو أحمد عرابي هنا في شارع رمسيس، واللي موجود المحطة دي موجودة على ناصية شارع عرابي اللي موجود على يمنا، واللي بيدخلنا مباشرة بقى على شارع الألف ومنه على شارع 26 يوليو وشارع طلعت حرب. وعلى شمالنا مبنى نقابة التجاريين اللي موجودة في الجزء اللي احنا ماشيين فيه من شارع رمسيس. شايفين قد ايه المعالم اللي موجودة في شارع رمسيس ما بين الوزارات والنقابات والسنترالات والمعاهد ومحطات المترو والصيدليات والجوامع. ويمكن طبعا ابرز شيء في الشارع هو محطة مصر ومحطة القطارات المركزية في مصر. ممكن حاليا اتعملت محطة مركزية اخرى وهي محطة بشتيل، ومحطة مصر الرايحين ليها لما هنوصل لميدان رمسيس. احنا عدينا التقاطع اللي احنا كنا ماشيين فيه دلوقتي،
وزي ما حضراتكم شايفين اللي على المبنى اللي على يميننا ده هو جريدة الجمهورية، وهي واحدة من الصحف الشهيرة في مصر، والشارع اللي فات كنا ممكن نوصل منه لشبرا. بعديها على طول بتلاقوا فندق كابسس، وهو فندق نجمتين، وهتلاحظوا ان الفنادق هنا يمكن متواضعة نسبيا، وده لطبيعة المكان وقرب من محطة القطر، وان المكان بيحتاج النوع ده من الفنادق. على شمالنا دلوقتي مستشفى الهلال الأحمر الموجودة جوه شارع رمسيس، واحنا في الجزء ده على يمنا ماشيين موازين لشارع عماد الدين الشهير، وهو اللي موجود على يمنا دلوقتي، واللي بيبتدي من شارع 26 يوليو وبينتهي هنا في شارع رمسيس. والجزء اللي على شمالنا هو شارع التعاون اللي بيوصلنا برضو لنفق شبرا بعد ما نعدي محطة اتوبيسات الأوللي، وكمان موجود هنا فندق سفير، فندق نجمتين برضو. على شمالنا هنا شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وعلى يمنا بقى واحد من أشهر جوامع القاهرة، رغم انه من المساجد الحديثة بالنسبة للمبنى اللي موجود ده، اللي كان مكانه في مسجد من ايام الفتح الاسلامي، واللي اتغير مع العصر الفاطمي لجامع المقص او جامع باب البحر، بعدين اتغير اسمه لمسجد اولاد عنان، لكن ايام الحملة الفرنسوية اتهدوا وهدوا يعني المسجد وعملوا مكانه طابية. وفي عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك بقى اتبنى المسجد الجديد اللي موجود دلوقتي، وده كان سنة 1990. احنا وصلنا كده بقى لميدان رمسيس، يمكن ممكن نقول عليه الميدان الاشهر والاهم في مصر، واللي موجود فيه محطة مصر، ومتسمي كده لأن كان فيه تمثال رمسيس الثاني اللي اتنقل للمتحف المصري الكبير. المكان هنا كان قرية اسمها أم دنينة. احنا هنسرع بس الصورة شوية عشان نعدي الزحمة اللي موجودة في الجزء ده في ميدان رمسيس. وعايزين نقول ان الميدان كان قرية اسمها ام دينين، وكان الفاتحين العرب اتمركزوا فيها في عهد محمد علي باشا، حول المكان هنا لمنتزه وجنينة كده الناس بتتفسح فيها. وفي عهد عباس حلمي الاول اتعملت بقى محطة مصر او باب الحديد اللي موجودة على شمالنا دلوقتي، بعد اتفاقية مع الحكومة الانجليزية عشان يعملوا خط سكة حديد بين القاهرة واسكندرية. المكان او الميدان زي ما بقول لكم من شويه اتحط فيه تمثال نهضة مصر الخاص بالمثال المصري العالمي محمود مختار، ويمكن الزعيم الوطني سعد الزغلول كان هو اللي ازاح الستار عنه طبعا، لان ميدان وبعد كده زي ما قلت لكم اتحط بقى تمثال رمسيس وتغير ووصل للشكل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. ونظرا لانه هو ميدان مهم جدا فبيكون زحمة طول الوقت طبعا، يعني ممكن تركب مواصلات لحتت كتير جدا من مصر من ميدان رمسيس، وممكن تدخل منه لشارع الفجالة، وممكن تدخل منه لشارع كلود بيك، وممكن تدخل منه كمان لشارع الجمهورية. احنا موجودين دلوقتي على شارع اسمه شارع يوسف وهبي، واللي موجود على ناصيته دلوقتي مستشفى او المستشفى القبطي اللي موجودة في شارع رمسيس. وكنا عدينا مدرسة العائلة المقدسة او الجيسويت، وهي المدرسة اللي انشئت سنة 1879 وكانت لتعليم اللغة الفرنسوية، وليها ثلاث أفرع. مدرسة هنا فيها القسم الإعدادي والثانوي والابتدائي في شارع القبيصي خلف المستشفى القبطي، وفي مدرسة ابتدائي كمان موجودة في مصر الجديدة. احنا لسه بنكمل طريقنا في أعماق القاهرة وفي شارع رمسيس المدهش، ويمكن زي ما بقول لكم معظم الشوارع اللي موجودة على يمنا دلوقتي بتدخلنا على حي الضاهر الجميل جدا. والجزء اللي على شمالنا دلوقتي فيه المسار الخاص بمترو الأنفاق، وكمان المسار موجود في الأعلى كده كوبري 6 أكتوبر ماشي موازي لشارع رمسيس. شارع رمسيس فيه أجزاء بيبقى اتجاه واحد، وفي أجزاء بيبقى اتجاهين زي الجزء اللي احنا موجودين فيه. يمكن بدأنا من عند ميدان عبد المنعم رياض كان اتجاه واحد، الاتجاه اللي رايح للميدان، لكن في الجزء ده هو اتجاهين، وبعدين هيبقى اتجاه واحد مرة تانية لما نعدي كوبري غمرة. شارع رمسيس كان عند تخطيطه في البداية بيبدأ من عبد المنعم رياض وبينتهي في العباسية، لكن بعد تخطيط مدينة نصر في نهاية الخمسينات امتد الشارع عشان يتقاطع مع صلاح سالم، وبعدين يتقاطع مع طريق النصر لغاية تقاطعه مع امتداد شارع مصطفى النحاس، وبيكون امتداده شارع علي أمين، والامتداد عموما اتسمى امتداد رمسيس. هنكمل طريقنا مع بعض لغاية ما نوصل للعباسية، ومن بعدها كمان جوه شارع رمسيس، وننتقل مع بعض من حي لحي ومن منطقة لمنطقة ومن معلم لمعلم، وما زالت الشوارع اللي على يمنا هي اللي بتدخلنا الحي الظاهر الشهير في المنطقة اللي احنا موجودين فيها. والجزء بقى اللي على شمالنا ومن ورا شريط المترو موجود حي الشرابية، وحي شعبي كبير بيضم منطقة غمرة، وحلقة وصل كده بين شبرا مصر وشبرا الخيمة ووسط البلد وحدائق القبة ومصر الجديدة ومدينة نصر.
ويمكن اتسمى حي الشرابية نسبة للشرابية وطائفة كانت من الجيش كانت يعني بتنقل المؤن للجيش أيام الفاطميين. كانت الشرابية زمان قرية من ضواحي القاهرة لكنه إداريا استقل مع حي الزاوية الحمراء وكونوا حي واحد وحي الزاوية والشرابية وبعدين انفصلوا عن بعض في التسعينات. الجزء بقى اللي احنا داخلين عليه الشارع بيتقسم حتتين، الجزء اللي على شمالنا بيكون شارع لطفي السيد لكن احنا هنكمل طريقنا على طول في شارع رمسيس في اتجاهنا، والشارع الشمال ده اللي هو شارع لطفي السيد بيكون جاي من الاتجاه التاني من ميدان العباسية. الكوبري اللي فوقينا هنا هو كوبري غمرة، والشوارع اللي هتقابلنا على يميننا هتدخلنا على منطقة السكاكيني اللي موجودة في حي الظاهر، واللي يمكن موجود في منطقة السكاكيني دي واحد من أقدم قصور القاهرة وقصر السكاكيني، واللي اتبنى سنة 1897 على إيد مجموعة من أمهر المعماريين الإيطاليين. زي ما بقول لكم الجزء اللي على يمنا هو السكاكيني جزء من حي الظاهر، واللي يمكن أنشأه الظاهر بيبرس البندق داري وتسمى الحي على اسمه، وكان زمان عايش فيه اليهود وموجود فيه لحد دلوقتي عدد من المعابد اليهودية. احنا ما زلنا موجودين في شارع رمسيس، وزي ما حضراتكم شايفين كده الشارع هنا مقسوم حتتين ولكن الجزئين موجودين في اتجاه واحد وهو الاتجاه اللي رايح للعباسية. وطالما احنا ماشيين في شوارع مصر والقاهرة فملاحظين ان كل شارع ليه حكاية وكل ركن ليه قصة، وأسماء الشوارع نفسها ليها حواديت كتيرة، في أسماء بتفضل زي ما هي على مر الزمن وفي أسماء شوارع بتتغير، لكن رغم كده بيظل الناس متمسكين بالاسم اللي تعودوا عليه من وقت إنشاء الشارع هنا. احنا زي ما حضراتكم شايفين احنا طلعنا على كوبري كده، والكوبري ده كان اسمه كوبري رمسيس وبعدين بقى اسمه كوبري احمد سعيد، ومن تحتيه لو كنا دخلنا من تحت الكوبري كنا هنطلع على شارع احمد سعيد وبيبتدي من هنا محور جهان السادات المشهور، لكن احنا طلعنا على الكوبري بالفعل وتحتينا في الاتجاهين شارع احمد سعيد وفي الاتجاه التاني شارع مصر والسودان، وعدينا بالفعل ونازلين مرة تانية من على الكوبري، وكان على شمالنا واحنا فوق الكوبري كلية رمسيس للبنات اللي اتعملت سنة 1908، هي مدرسة او كلية فيها كل المراحل الدراسية. احنا كده بقينا في العباسية، وكان موجود على يمنا تحت الكوبري محل فول من معالم العباسية ومن معالم شارع رمسيس في الجزء ده، ومحل نجف اللي بدأ من سنة 1958، يعني مميز جدا طعم الفول عند الراجل ده. ملاحظين هنا يمكن هتلاحظوا ان البيوت قديمة بشكل يعني نسبيا، يعني ده بيتناسب مع عراقة وتاريخ المنطقة اللي احنا فيها، وهي اللي تابعة لحي الويلي، يعني منطقة جميلة جدا. موجود على شمالنا هنا بقى معلم مهم من معالم شارع رمسيس والكاتدرائية المرقصية بالعباسية، واللي اتبنت في الستينات من القرن العشرين، فيها الكنيسة البطرسية وجمعية الاثار القبطية. بعديها على طول على شمالنا موجود مستشفى الدمرداش التابع لكلية الطب جامعة عين شمس، واللي اتعملت سنة 1931 وكانت مستشفى خيري وبعدين انضمت ليها كلية الطب بعد انشاء جامعة عين شمس. ولسه بنكمل طريقنا جوه شارع رمسيس، على يمنا دلوقتي شارع القبة الفدوية مشهور هنا في العباسية واللي بيربط شارع رمسيس بشارع العباسية، تفرع منه شارع غرب الأشلاء اللي كان ساكن فيه رئيس مصر الأسبق جمال عبد الناصر، وعلى يمنا برضه هنا مسجد الوحدة وجمعية الوحدة الإسلامية. ولسه بنكمل طريقنا جوه شارع رمسيس ولسه بنحكي حكايات شوارعنا وبنشوف قد ايه الشوارع يعني مليانة بالحكايات وقد ايه الشارع مليان بالمعالم المهمة. شمالنا هنا مستشفى القلب والأوعية الدموية بالعباسية وأكاديمية جراحة القلب التابعة لجامعة عين شمس، والجزء اللي احنا فيه هتلاقيه مليان عيادات ومراكز طبية ومستشفيات زي ما احنا شايفين. وعموما الجزء هنا هو جزء حيوي وتجاري بشكل كبير لغاية ما نوصل لميدان العباسية. يمكن باين من بعيد اهو المأذنة الخاصة بمسجد النور الشهير في ميدان العباسية، يعني من الكنيسة المشهورة للمسجد المشهور، وده بيعكس قد ايه مصر عظيمة وقد ايه الشعب المصري كله وحدة واحدة. مسجد النور واحد من معالم العباسية، واحد من أشهر مساجد مصر، بيصلي في المسجد كبار الشخصيات في المناسبات، واللي أنشأ المسجد جمعية الهداية الإسلامية، ومشهور بإقامة كتب الكتاب في القاعات الخاصة به، ويمكن أقام المسجد الشيخ حافظ سلامة اللي كان قائد المقاومة الشعبية في السويس. جنب المسجد مباشرة وهو المبنى اللي على شمالنا دلوقتي ده اللي شايفينه حضراتكم، ده كلية الطب التابعة لجامعة عين شمس. واحنا لسه موجودين في العباسية، المنطقة اللي بتتوسط أحياء كتيرة زي مدينة نصر ومصر الجديدة ووسط البلد وحدائق القبة وشبرا ومبابة ورمسيس. ويمكن اسم العباسية بيرجع لوالي مصر عباس حلمي الأول، واللي بنى في الحي هنا أو في الجزء اللي احنا موجودين
موجودين في سنة 1849 معسكرات للجيش اللي كان بيسموها سكنات العباسية. دخلنا بالفعل على ميدان العباسية، وزي ما حضراتكم هتشوفوا كده أول ما دخلنا في كوبري قدام حضراتكم، والكوبري ده هو كوبري العباسية، بيمشي موازي كده للميدان وبيعدي التقاطع الخاص بصلاح سالم. لكن احنا هندخل من تحت الكوبري وهنكمل طريقنا جوه شارع رمسيس ومن جوه ميدان العباسية. وانت في ميدان العباسية عندك اختيارات كتيرة، ومن كل اختيار هتروح على منطقة مختلفة. يعني الشارع اللي على شمالنا لو دخلت منه هو هيكون شارع لطفي السيد، ومنه هترجع على ميدان رمسيس، ومنه هتروح على وسط البلد وميدان التحرير ومناطق تانية كتير في الجزء ده. يعني يمكن ان احنا دلوقتي هنقف بس في الاشاره، انا هحاول ان انا في الزحمه اللي موجوده في الاشاره دي، يمكن الاشاره دي دايما وانت رايح في ميدان العباسيه في الغالب هتقف فيها، فهجري الفيديو شويه بحيث ان احنا نستكمل رحلتنا جوه شارع رمسيس واحنا موجودين في قلب ميدان العباسيه، المنطقه الجميله جدا في مصر. عايز اقول لك ان كمان الشارع اللي على شمالنا دلوقتي بقى بعد ما عدينا الإشارة، الشارع اللي على شمالنا دلوقتي هو شارع الخليفة المأمون، وهو اللي لو دخلنا منه هنوصل لميدان روكسي ومصر الجديدة الجميلة. احنا دخلنا يمين، والشارع اللي على يميننا دلوقتي بقى هو شارع العباسية، اللي لو دخلنا منه هنروح مباشرة كده لميدان الظاهر، ومنه لشارع بورسعيد. دخلنا كسرنا يمين في شمال كده الحتة الصغيرة دي، ولسه موجودين جوه ميدان العباسية وموجودين جوه شارع رمسيس. عايز اقول لك ان في الميدان هنا وفي حدوده موجود جامعة عين شمس ومصلحة الاحوال المدنية وكلية الشرطة القديمة لأكاديمية الشرطة ونقابة التطبيقيين ونيابة شرق القاهرة الكلية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية والسجل المدني الخاص بالعباسية، مشهور جدا السجل المدني ده، وفي مجمع محاكم مجلس الدولة موجود على يمنا هو كمان، وفي هنا مبنى مصر للسياحة، وموجود هنا موقف للأوتوبيسات طبعا مشهور جدا موقف العباسية، وموجود في الموقف ده أو جنبيه على طول محطة لمترو أنفاق العباسية وهي اسمها محطة مترو العباسية، موجودة في بداية شارع العباسية. زي ما حضراتكم شايفين موجود على يمنا دلوقتي شارع فخري عبد النور، وهنكمل هنعدي الشارع وهنكمل طريقنا عشان نعدي تقاطع صلاح سالم، وهننهي حلقتنا النهاردة عند التقاطع شارع رمسيس أو شارع بقى امتداد رمسيس مع طريق النصر. عايزين نقول ان من معالم العباسية بصفة عامة طريق احمد ماهر والنقراشي باشا ونقابة التجاريين وهيئة الاثار المصرية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ومسجد القبة الفدوية الاثري وغيرهم كتير كتير كتير. كان عشان نقاء جو العباسية في الثلاثينات من القرن العشرين ده كان سبب في انشاء عدد كبير من المستشفيات اللي موجودة في العباسية، المستشفى الايطالي واليوناني والفرنساوي ودار الشفاء وحميات العباسية، والمستشفى الاشهر مستشفى العباسية للصحة النفسية. لسه موجودين جوه ميدان العباسية وقربنا خلاص اهو من التقاطع اللي جاي، وهو تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع العباسية. طبعا التقاطع اللي جاي ده لو دخلنا شمال هنروح على مدينة نصر ومصر الجديدة، ولو دخلنا يمين هنكمل في صلاح سالم وهنعدي القلعة وهنعدي المنيل وهنروح لغاية ميدان الجيزة، وهيكون الامتداد اللي هو في نهاية شارع صلاح سالم وهو شارع ربيع الجيزي. زي ما حضراتكم شايفين اهو في كمان هنعدي ميدان السيدة عائشة، واضح في اللوحات الارشادية هنا الاتجاهات اللي احنا ممكن نروحها لو دخلنا يمين من شارع صلاح سالم او دخلنا شمال من شارع صلاح سالم. والجزء الشمال ده هو اول ما ندخله هنلاقي على يمنا مباشرة مستشفى العباسية للصحة النفسية اللي كنت لسه بحكي لكم عليها من شوية صغيرين. عايزين نقول ان في وقت من الاوقات في تاريخ مصر العريق كانت القاهرة بتنتهي في الجزء اللي احنا فيه ده، كان كلنا سمعنا كلمة سكنات العباسية، كانت معسكرات كده للجيش اتعملت ايام عباس حلمي الاول، وبعد كده بقى الاهالي والتجار جم وبنوا بيوت ودكاكين جنب المعسكرات، ويمكن الاراضي كانت ساعتها الدولة بتديها بالمجان عشان تشجعهم ان هم يجوا يبنوا ويسكنوا هنا، توسعت المنطقة واحدة واحدة وزاد يعني السكان والعمران فيها عبر الزمن. وبعدين في بدايات القرن العشرين اتعملت مصر الجديدة، ولساعتها يمكن الناس ما كانوش مصدقين ان في حاجة ممكن تتعمل في الصحراء. شوف انت بقى مصر الجديدة بقت عاملة ازاي دلوقتي. خلاص احنا عدينا تقاطع صلاح سالم وماشيين في الاتجاه ده واللي هنروح فيه لطريق النصر وهننهي حلقتنا هناك.
الشارع في الجزء ده بقى اسمه امتداد رمسيس، وممكن منه ندخل على شارع ممدوح سالم اللي هتروح فيه على استاد القاهرة الدولي، وكمان ممكن تروح فيه على أرض المعارض القديمة. زي ما حضراتكم شايفين في مطلع هيقابلنا هو لكوبري أكتوبر، تطلع منه ممكن تنزل على طريق النصر، أو ممكن تكمل فيه على محور المشير وتروح على التجمع. يمكن احنا موجودين دلوقتي يعتبر في حدود حي مدينة نصر، الحي الواسع جدا في القاهرة واللي بيعتبر امتداد لمصر الجديدة، ومتقسم حي شرق وحي غرب. ويمكن مدينة نصر دي اتعملت بعد ثورة 52، واللي يمكن مع الوقت بقت مدينة نصر في وسط وقلب القاهرة بعد التوسعات العمرانية الكتير اللي حصلت على مر الزمن. يعني عايز اقول لكم قبل ما ننهي حلقتنا وقبل ما نسيب شارع رمسيس، فرمسيس كانوا بيسموه رمسيس الاكبر، وكان من الاسره ال19 وهو يعني الفرعون الاكثر شهره والاقوى طول عهد الامبراطوريه المصريه. لسه احنا ماشيين ويمكن خلاص قربنا نوصل لتقاطع طريق النصر مع شارع رمسيس، ويمكن عايز اقول لكم ان طريق النصر ده طريق طويل جدا، ممكن نوصل منه لمدينة نصر لو دخلنا شمال، وممكن نوصل وطبعا امتدادات مدينة نصر بصفة عامة، والناحية التانية بقى بنوصل منه الحلوان ومدينة 15 مايو. احنا مازلنا ماشيين تحت الكوبري في الجزء اللي احنا ماشيين فيه، وزي ما قلت لحضراتكم انا هنهي الحلقة اللي احنا فيها عند تقاطع طريق النصر. عايز اقول لكم موجود في الجزء ده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ونقابة التجارين العامة مستشفى حميات العباسية، وزي ما قلت لكم ممكن تدخل على شارع ممدوح سالم وعلى ارض المعارض القديمة اللي هي اتنقلت بعد كده للتجمع. اتمنى ان رحلتي النهاردة الطويلة اللي كانت جوه شارع رمسيس واللي شفنا فيه عدد كبير جدا من المعالم اللي لحصر ليها، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. والتقاطع زي ما حضراتكم شايفين وده تقاطع طريق النصر، لكن هحلف كده من تحت الكوبري وهنرجع مرة تانية في الاتجاه اللي راجع للعباسية. يعني لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، موضوع اللايك للفيديو ده مهم جدا في انتشار الفيديو. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.